والحكاية اللي معانا النهاردة للأسف هي حكاية صاحبتها لسه بتعاني لحد النهاردة. هي مش حكاية على قد ما هي استغاثة، لأن هي حياتها مدمرة وصعبة. هنحكي الحكاية على لسان بطلة الحكاية، واللي بتقول من 12 سنة وتحديدا قبل شهرين بالظبط من جوازي، كان ليا أخت، وأخت دي عندها صديقة جدها بيعالج بالعلاج الروحاني وبيعالج حالات المس الشيطاني والسحر. وكان أختي متجوزة راجل صعب جدا جدا جدا، كنا بنشوفه شيطان عصبي والعيشة معه صعبة. فأختي خدت صورته وراحت لجد صاحبتها عشان يشوف الراجل ده حكايته إيه. فجد صاحبتها أول ما شاف الصورة قال لها فعلا الراجل ده صعب المعيشة، وانت هتتعبي معاه لو قعدتي معاه، انتوا لازم تنفصلوا في اسرع وقت. وعدت ايام وانفصلوا فعلا. فهي انا واختي بنتكلم، فقلت لها بقول لك بهزار يعني وطريقه، ما تاخدي صوره خطيبي توريه للشيخ وشوفي هيقول ايه. بعتت لها الصوره والشيخ شاف الصوره قام قايل لها لا الولد ده كويس جدا يعني محترم واخلاق وادب وكله تمام، المشكله فيك انت، دي عصبية، خلقك ضيق، تسمعيش كلام حد، لما بتتعصبي ما بتشوفيش قدامك، وكل دي أمور يصعب المعيشة معاها. وأنا ما خبيش عليكم، أنا فعلا طبعي صعب جدا ومش أي حد يتحمله. طب يا شيخنا هنعمل إيه؟ قام قال لأختها هاتيلي حاجة من قطرها. قطرها؟ يعني إيه قطرها؟ أنا مش فاهمة يعني إيه قطرها. قالت لها هتلبسي حاجة من هدومك وتسيبيها عليك يوم، وتاني يوم تديها لي عشان خاطر يبقى ريحتك فيها. فقمت قايله لنفسي طب وماله، مش هيحصل حاجه يعني، مفيش حاجه وحشه هتحصل. وعملت كده فعلا واديتها اللبس. تاني يوم جات لي بإزازه وقالت لي الإزازه دي مقروء عليها، هتشربي منها وتحطي على عتبه البيت. وعملت كده بالحرف، ومن يومها وانا شايفه الويل لحد دلوقتي. بتقول ان حياتي اتغيرت وانا ما عدتش انا. أول ما اتجوزت المشاكل بيني وبين جوزي زادت بشكل كبير جدا، بقيت بشوف كوابيس مرعبة، وبقيت بلاقي في نص الليل حاجة بتتحدف عليا وأنا نايمة فتقومني مفزوعة من النوم. كمان بتقول إن أنا ما كنتش حاسة إني لوحدي، أنا معايا حد، والحد ده مش بس موجود وخلاص، ده حاضني، أنا حاسة بجسمه السخن وحاسة بأنفاسه وهي في رقبتي. كمان كنت بحس ان في حد بيضربني على دماغي لدرجه اني كنت بقوم من الالم في دماغي. وفضل الموضوع على كده، والمشاكل بيني وبين جوزي بدات تستمر وتتواجد بدون اي مبرر. فجاه قاعدين يحصل مشكله، ايه سبب المشكله؟ احنا مش فاهمين. بتقول ان انا بقيت بشوفه شكله وحش قوي، بقيت بشوفه شطان، شكله مفزع، والغريب ان هو كمان كان بيشوفني كده. نبقى قاعدين احنا الاثنين مع بعض وفجأة ينتفض من السرير، أحس إن هو شاف مسخ، والغريبة إن أنا برضه شايفاه كده ومش عارفة أعمل إيه. فضل الموضوع مستمر على كده كوابيس وأحلام لحد ما بقيت حامل في بنتي. وهنا الموضوع تطرق لليفل عالي قوي. حلمت وأنا نايمة إن أنا بكلم أختي وبقول لها هو أنت عملتي لي إيه في اللبس؟ اللبس اللي أنت خدتيه مني، أنت عملتي لي سحر أسود عليه؟ أنا إيه اللي بيحصل لي ده؟ قالت لها نختك وعمري ما هأذيكي. فصحت من النوم مفزوعة وخدت التليفون وقامت مكلمة أختها على طول وقالت لها أنت عملت إيه في اللبس اللي أنت خدتيه؟ أنت عملتي لي سحر أسود؟ وقامت واقفة ثواني كده وبصة للتليفون، إيه ده؟ ده نفس المشهد اللي شافته في الحلم من شوية. قالت لها أنت عبيطة، أنت أختي يعني عمري ما هضرك، لا طبعا ما عملتلكيش حاجة، ولو عايزة تروحي تتأكدي من الشيخ روحي. ما كدبتش خبر ولمت حاجتها وطلعت على الشيخ. وهي واقفة فضلت تمد رجل وتأخر رجل، تدخل ولا ما تدخلش، دخلت ما لقتش الشيخ، فخدت بعضها ورجعت تاني. وأثناء ما هي قاعدة هي وجوزها وهو بيحاول يطمنها وبيقول لها إن السحر ده عمره ما هيضرك وإنك لازم تكوني مؤمنة أكتر من كده، وبيديها شوية دروس وبيحاول إن هو يدعمها من اللي هي فيه، بتقول إن فجأة عينه بدأت تقلب وكأني شفت عين قرد، وودنه بدأت تاخد شكل شيطاني، أنا شايفة قدامي مسخ، مفيش حاجة أبشع من كده، كل اللي عليا إني بلمت في وشه. قال لها هو أنت شايفاني إزاي؟ سكت وما اتكلمتش،
لحد ما قعد يزن عليا ويصر انه يعرف انا شايفاه ازاي. فحكيت له، واول ما حكيت له خاف ولم شنطه وراح عند امه. وبعد ما شويه الدنيا هدت رجع تاني، وفضلت المشاكل مستمره ما بيننا لحد بعد 4 سنين ونص اتطلقنا. اتطلقنا وانا مش عارف احنا اتطلقنا ليه. يعني هو زوج مثالي جدا، كريم وطيب وحنين وفيه كل الصفات اللي ممكن اي واحده تتمناها فيه، ولكني انا مش عارفه كنت بعمل معاه مشاكل ليه. المهم بعد ما علاقتنا احنا الاثنين انقطعت، كنت فاكره ان خلاص ممكن اشوف حياتي واتعرف على حد تاني، ولكن المفاجاه اني مش عارفه اتعرف على حد. اي حد بتعرف عليه واحس اني بدات اعجب بيه يحصل حاجه غريبه، فجاه هو يتقفل او فجاه انا اتقفل. صحابي كلهم سابوني، كل الناس اللي اعرفهم ما عادوش جنبي، لحد ما افتكرت ان في حد من صحابي بتوع ابتدائي كنت بحكي له اسراري زمان، بدات اكلمه وبدات اقول له على اللي بيحصل لي. قام قال لي انا بابايا ليه في الحاجات دي، فتعالي يشوفك ويحاول يرقيكي. ما كدبتش خبر ورحت وخدت صاحبتي معايا، وحصل حاجه في منتهى الروعه. كنت قاعده وصاحبتي قاعده جنبي، وابو صاحبي دخل عليا ومسك ايدي وبدا يقرا عليا بالفعل ويضغط جامد، وكل ما يقرا يضغط جامد. وفجاه لقيت صاحبتي بتنزل دموع بس دم، وكل ما يقرا اكتر كل ما الدم يزيد لدرجه ان تحسي ان في كاسات دم نازله من العين. فقام بص لي كده وقام قايل لي لا اركني انت على جنب، تعالي لي انت، وبدا يقرا عليها اكتر وهي تنزل دم اكتر. الغريب بقى ان انا في اللحظه دي كنت بضحك، بضحك وانا مش فاهم انا بضحك ليه. في حاجه جوايا بتخليني اضحك، بس انا قاعد اقول لنفسي الموقف ده لا يستدعي ان احنا نضحك خالص، يعني ايه اللي بيحصل؟ خلص قرايه وخلصت دم، وانا قلت له انا عايز افهم وانا بضحك ليه وايه اللي حصل ده. قام قال لها مش انت اللي كنت بتضحكي، اللي عليكي هو اللي بيضحك، وبيضحك على اللي على صاحبتك لانه ضعيف، ومجرد ما قرأ بدا ينزل دم، فاللي عليكي بيضحك عليه انه ضعيف يعني، وهو قوي ما تأثرش.